ده الفريقين في الشوط الأول والدقائق الأولى من الشوط الثاني مع الناقد الرياضي وليد الحديدي. مساء الخير أستاذ وليد، أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ أنجي، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. معلش هنعطلك شوية عن الماتش وتقول لنا تعليقك السريع سواء على التشكيل وعلى طريقة اللعب لكلا الفريقين. هو طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك بداوا المباراه بشكل مختلف شويه، يعني النادي الاهلي بدا بطريقه 4-2-3-1 الطريقه المعتاده يعني للنادي الاهلي في معظم الفترات. الزمالك لعب النهارده 3-4-3، اعتمد فيريرا على محمد عبد الشافي، حوله المركز المساك بدل الظهير الايسر، وحط اربعه في وسط الملعب، يعني اعتمد على عبد الله جمعه كباك شمال وسيد نيمار اللاعب الصاعد طبعا ك باك يمين، والتشكيله الهجوميه للفرقتين زيزو وبن شرقي، وبدا بعمر السعيد فيريرا، والاهلي لعب بيرسيتاو ولعب باحمد عبد القادر ومحمد شريف. هدف كان مبكر للنادي الاهلي الحقيقه، كان هدف مستحق لمحمد شريف من غلطه، طبعا كانت تمريره جيده جدا من رامي ربيعه ومن غلطه لمحمد عبد الغني في التمركز، وكمان لعبها براسه هيئها يعني لمحمد شريف اللي عملها وان تاتش كده لمسه واحده ركنها على 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 شمال محمد عواد، صعبة جدا كانت صعبة عليه. بعد كده مر الدقايق كان الاهلي مسيطر فيها وكان قريب جدا انه يحرز اهداف ثانيه، لكن الامور مرت بسلام على نادي الزمالك. بعدها بدا النادي الاهلي يعني يهدي الريتم شويه وبدا نادي الزمالك يرجع للمباراه تدريجيا، ما عملش خطوره نادي الزمالك لحد نهايه الشوط الاول لكنه كان افضل نسبيا من البدايه، والنادي الاهلي اداؤه تراجع. في الشوط الثاني التبديلات ظهرت في الفريقين، دخل في النادي الاهلي حسين الشحات على حساب بيرسيتاو، وفي الزمالك دخل شيكابالا على حساب عمر السعيد. دلوقتي احنا اهو في الدقيقه 62 اول. طب بعد التغييرات واللي ذكرته دلوقتي استاذ وليد، متوقع شكل الشوط الثاني ايه ومتوقع نتيجه؟ بمناسبه التبديلات كمان حالا وحضرتك بتكلميني، اصابه لحمدي فتحي في الدقيقه 63 خرج ونازل دلوقتي محمود متولي. كنت بسألك عن التغييرات اللي حصلت دلوقتي أو التبديلات، هتغير سير المباراة إزاي والسيناريوهات المتوقعة؟ وكمان تكلمنا عن محمد شريف، يعني بعض النقاد الرياضيين بيقولوا إنه بيتسو موسيماني ما كانش مديله فرصته النهاردة، أخذ فرصته. هو طبعا يعني بالنسبه للتبديلات المفترض ان نزول شيكابالا هيحسن الاداء الهجومي، ده هو بدا الزمالك الحقيقه نسبيا يقترب من مرمى الاهلي، لكن لسه الخطوره اللي ممكن تخلي الزمالك يرجع للمباراه او يتعادل لسه مش ظاهره لحد دلوقتي. النادي الاهلي متماسك دفاعيا لكنه تراجع على المستوى الهجومي، ولا وكانه يعني اكتفى بالهدف وبيعتمد دلوقتي على الهجمات المرتده بشكل كبير. اعتقد خروج حمدي فتحي في اللحظه دي ونزول محمود متولي قد يعني يعطي للزمالك بعض الافضليه في وسط الملعب، لان طبعا حمدي فتحي لاعب مميز ومن اهم ركائز وسط الملعب بالنسبه للاهلي. بالنسبه لمحمد شريف، هو طبعا كل الوقت الحقيقه محمد شريف لاعب ممتاز واحد من اهم المهاجمين في مصر حاليا، ما كانش بيلعب بشكل دايم مع موسيماني، لكنه كمان لما كان بيشارك الحقيقه كان بيقدم مستوى متميز خصوصا في دوري ابطال افريقيا. اعتقد انه يعني هيراجع لمكانته تاني من جديد، والدليل انه النهارده الحقيقه يعني لعبت كوره بشكل رائع جدا، ده يعني السنس ده سنس مهاجم ممتاز، ومحمد شريف دايما بيعرف يتعامل مع الكرات الصعبه. أنا بشكرك ويمكن نرجع لك تاني الأستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي، مش هنعطلك أكتر من كده عشان تتابع المباراة، شكرا جزيلا ليك.